غابة كل هذا الدرب قلب. اللي تابع الهوية الشبابية الجديدة في الأغنية العراقية لازم يتوقف عند محطة الملحن والفنان نصرة البدر، واللي فعلا قدم نفسه بشكل مختلف وأثبت من خلال ألحانه بأنه يمتلك خلطات سرية ساهمت في نجاح الكثير من الأغاني. نصرة البدر فنان مجتهد ويطور من نفسه ودايما يبحث عن الجديد، أسس استديو خاص وأطلق قناته في اليوتيوب عشان تكتمل الطبخة على مزاجه. نصرة البدر ما شاء الله عليه، يكتب ولحن ويوزع ويغني، أربع صنايع والبخت وياه أكيد مو ضايع، والدليل نجاحاته مع عدد كبير من فنانين العراق والوطن العربي مثل الياس خضر وديانا حداد وباسل العزيز وحسام الرسام ومحمد السالم ونور الزين واسماعيل مبارك وخالد الحنين وقاسم السلطان وسيف عامر والشمس الكويتية. والحلو في نصرة انه يفصل اللحن تفصال على المطرب من 93، ونصرة البدر كل يوم يحقق انجاز في الاغنية العراقية، ونجح اكثر لما التفت لنفسه كمطرب وشق طريقه وبدأ ينافس ابناء جيله واللي كان يلحن لهم. نصرة ابن بلاد النهرين هي كلها معانا الليلة في عسيف. وعليتهم فوق النجيم يا اخويا رادوا كسري، جمت لهم احزام الظهر شقد عاب طعنا وظهري. يا هلا ومرحبا فيكم ومع ضيفنا الجديد، يمكن ما ادري شلون اقدمه، الملحن الفنان المطرب الشاعر، ابي اقول يا هلا بصاحب الصوت الجميل والالحان الاجمل فنانة نصرة البدر، مساء الخير عليك. اهلا وسهلا بيك. اهلا فيك، فعلا ما شاء الله متميز في المجالات الكثيره نصرة، يعني ما ندري من وين نبلش، بنبلش بنصرة الملحن ولا المطرب ولا الشاعر اللي ما شاء الله تميزت فيهم بشكل كبير. أنا أول شيء أرد الصورة موجودة يعني يمكن في يمي. أولاً أحب أقول حيا الله الكويت وأهل الكويت وذولا يعني أهلنا وناسنا الطيبين، وأكيد أنا بدايتي وانطلاقتي وجمهوري أنا متأكد كان بداياتي كلهم كويتيين، والحمد لله لحد هسه يتصلون علي اصدقائي واحبابي من الكويت ودائما ينطون ارائهم باشياء جديده. اكيد انا اموت على الكويت واحبها، وان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله يا رب. اليوم يمكن بنتكلم عن الاغنيه العراقيه بعد سنه 95، وهل انتم فعلا يعني كفنانين صنعتوا هذه الاغنيه من بطريقه مختلفه بطريقه جديده خلت الاقبال عليها ايضا يعني اكثر من الفتره ما قبل 95؟ والله صراحه انا بدايتي يعني كنت اكتب والحن من ال 94 93، لكن يعني انتميت الاستوديو استوديو حكمت بسنه ال 98 99، وبديت يعني اتعرف هناك على الفنانين، وبهالاثناء انا اصبحت مهندس صوت لان صار عندنا نقص في الكادر. نعم. واني خريج يعني كليه علوم حاسبات، فقدرنا نمشي امورنا بذيك الفتره والحمد لله استمرينا، والآن فتحت استوديو ولحد الآن ماشيين بهذا الطريق. نعم، بس نصرة يمكن نتكلم أكثر عن الأغنية العراقية الجديدة، يمكن بعض الفنانين العراقيين الكبار وبالأخص القدامى بصراحة عندهم نوع من التحفظ على الأغنية العراقية الألفية بشكلها الجديد بهويتها الجديدة، ممكن البعض منهم يشوف أنه كان تغير، البعض يشوف انه والله التغير مو بصالح الهوية العراقية. والله صراحة يعني انا بحسب تجربتي اللي مريت بها بهذا الوسط، اكيد انا من اجيت الوسط الفني كان له طعم، يعني الوسط القديم اكيد احنا اللي تربينا عليه وعشنا عليه اللي هو ارثنا وتاريخنا، استفادينا من عنده وكان له طعم مميز كان يمتاز بطول الوقت.
يمتاز بانتقالات لحنية، الاختلاف بالمقامات، الاختيار دقيق بصوت المطرب. لكن بعد التسعين تقريبا بدأت التقنية الحديثة تدخل على الصوت، بهندسة الصوت، وبالألفينات بدأت يعني تتطور بشكل بحيث حاليا أي إنسان يقدر من تليفونه، من تطبيق، ينزل أي تطبيق أو أي برنامج، جدا سهل تعلمه. فأكيد اختلفت. يعني قبل كان أكو تأني باختيار الكلمة، أكو تأني باختيار الجمل اللحنية. هذا الموضوع بعد هذه الفترة اللي هي بعد الألفينات، التوزيع بدأ يطغى على الجمل اللحنية، والأشياء الغربية بدأت تدخل. وأعتقد يعني هي هاي حداثة، يعني حتى وقت الأغنية بدأ يكسر، هواية أشياء ومعالم للأغنية اختلفت. شلون هسه احنا ما نعرف شنو مصير الدنيا، صحيح. أكيد احنا الوسط الفني أيضا ما نعرف معالم الدنيا وين راح تروح، نعم. لكن أكيد أي شيء قديم كان حلو أكيد. نعم. وأيضا مجبورينكم يعني تواكبون الذوق العام وذوق الشباب، دائما في تجدد واختلاف، لكن احنا ما نبي ياخذنا الوقت وما نسمع منك أغنية بصوتك. أي أغنية أنت حاب؟ والله اللي تحب تسمعنا يعني من الأغاني الجديدة من جديدك. انت دنيا بحالها وانا عيش بجالها، روحي بس يمك حبيبي تنسى راحت بالها، تنسى راحت بالها. انت عالم ثاني ادمنت بيكاني، بيش حلفك ابقى يمي وبدل لا تنساني. يعني لو قايلي لي كان جبت العود وياي. تسلم تسلم، يعطيك العافيه. بس ترى يعني بشويهم راح نطلب واحده ثانيه عشان تحضرها بذهنك معانا واحنا نسولف. بنتكلم يعني نتكلم نصرة عن موضوع يمكن شوي سوى ضجة بشكل كبير، اللي هو خلافك مع الفنان الكبير الياس خضر على أغنية هم رجع قلبي. يعني هذا الخلاف اللي سوى ضجة، اللي الناس داولته بشكل مختلف من وجهة نظر الفنان الياس خضر، من وجهة نظر نصرة، ليش وشنو السبب؟ والله صراحة هذا اللقاء كان قبل تقريبا يعني بال 2007. هذا اللقاء هو صراحة يعني كان موضوع على أغنية هم رجع قلبي يحب. يعني هو كان القصد بالتعبير أنه الملحن يجب أن يحترم من الإنسان الكبير بالعمر أو من الصغير، هذا أو بما معنى أنه الشغل أو كذا يجب أن يحترم من أي شخص. يعني أنا اليوم مثلا اجى ملحن جديد اللي هو مثلا سيف عامر او حبيبنا وصديقنا مصطفى الرباعي او اي احد من الملحنين الجدد، من يجي ينطيني الاغنيه انا اكيد لازم اسمعه لان انا ملحن، فاسمعه وانتبه على معلوماته. انا اللي ضايقني بوقتها واكيد كنت يعني صغير بالعمر، انه يعني كنت رايد الشيء انا اللي يعني اللي يعني اللحن او طريقه الاداء بالاسلوب اللي يعني رايده. لكن حبيبنا واستاذنا ياس خضر يعني اكيد احنا بعد سنه من هذا اللقاء تصالحنا وجمعونا جمعتنا بوقتها، جمعنا انا واياد راضي وضياء الميالي وصباح صباح محمود بلقاء. واكيد هو كان يعني انا اعتقد خان التعبير بوصف الاشياء يعني. نعم نعم، بس حلو منك الاعتراف، ويعني راسك يابس، ويعني كنت متمسك برايك. ايش كثر اليوم الملحن لازم يتمسك برايه او بجملته؟ يعني انا بالنسبه لي لو حتى هسه اليوم نرجع انا والفنان الكبير استاذ ياس خضر ايضا راح ارجع على نفس الملاحظات وراح اكون اكيد دقيق بيها. نعم وانا انا من حرصي على العمل، يعني مو على مود. وبالنهايه العمل هو انحسب للاستاذ الكبير الفنان ياس خضر. نعم.
أكيد طبعاً، والواحد فعلاً قد يمر في مواقف معينة تكون عنده وجهة نظر، قد يكون شوي متمسك في رأيه، لكن أكيد مع الخبرات تعطي القدرة على يعني أخذ القرار المناسب ولمصلحة الجميع وبنجاح العمل للجميع. يعني أنت ما شاء الله نصرة من الفنانين النشيطين دائماً، من المطربين النشيطين دائماً، يعني كل بين فترة وفترة لازم يكون عندك يعني سناقل مثل ما يقولون جديدة. في فنانين حتى مو قادرين ينتجون أغنية، ما شاء الله عليك يعني. والله أنا بيا طبع، يعني تعلمت من عمري 17 سنة أكون بالاستوديو من الساعة 10 الصبح إلى 10 بالليل. ما شاء الله. فأكيد هذا يعني من سنة 97 إلى إحنا حالياً 2020، يعني صار 23 سنة، يعني بالدم صارت إن شاء الله. نعم. إنزين، ممكن نسمع منك شيء بعد بصوتك؟ يعني أنتم ما خالفت شيء بالكم، يعني خالين شيء مثل خابرة أيام العمر عندك، يلا نسمع. خابرة وقلنا بعدني على الموعد ناطرة، خابرة وقلنا بغيابك روحي عن مسافرة، خابرة ودي لعيني صار كوم ناطرة، خابرة هذا حبيبك ليش تكسر خاطرة. الله يسلم لها الصوت، والله يعطيك العافية على هالكلمات الحلوة. هذه من الأغاني الجديدة اللي نزلتها في 2020 صح؟ هذه من كلمات حبيبي واخوي الشاعر ضياء الميالي. وتوزيع نورتين. نعم، نتكلم أزل. اكثر عن موضوع التعاونات بشكل كبير، يعني مع محمد سالم عندك نجاحات كبيره معه، شنو السر؟ وفاهمين بعض او ذوقكم واحد او في سر اخر؟ لا هو صراحة محمد سالم يعني من كان عمره 12 سنة 11 سنة هو يعني عندنا بالبيت. نعم. وبالاستوديو موجود. نعم. فأكيد اختلط وشاف الفنانين وعرف أخطائهم وصحح الأشياء، رغم المساحة اللي يمتلكها الصغيرة بصوته، لكن هو سوى شيء. نعم. طيب نبي نتكلم أيضا، فهذا الموضوع ساعد الاختلاط وقربه من الموزعين. نعم. وعلاقته بيهم اكيد قمنا نشتغل له ونختار له الاشياء الحلوه الصحيحه اللي على قد الصوت، وما نخطئ باختياره، واكيد يعني شاركني بهذا الموضوع بنجاحه الشاعر حبيبي واخوي ضياء الميالي والموزع المبدع الراقي عثمان عبود. نعم. نوجه لهم تحيه طبعا. اكيد نوجه لهم تحيه ايضا من خلال شاشتنا وتحديدا برنامج عسيف. يمكن ايضا كانت لك يعني مشاركه وجمعتكم اعمال انت والفنانه شمس في اغنيه احبك موت يا محمد، واغنيه اخرى اسمها اشطح، شلون شفت ادائها للهجه العراقيه؟ والله يعني كان تعامل جميل جدا وفوق الرائع، فنانه طموحه وتحب اللهجة العراقية وتحب الأغاني العراقية، وأعتقد يعني هي نجحت بالأغنيتين. نعم. يعني تعبت بيهم صراحة، اللهجة العراقية صعبة جدا. أجادتها تختلف. ولا لا؟ أكيد أكيد أجادتها. نعم. طيب اليوم لو نبي نتكلم أيضا عن مطرب العراق الأول، يمكن بعيدا عن القيصر وبكل شفافية، منو يعتبر فنان أو مطرب العراق الأول من جيل الشباب؟ والله يعني مو هو أكو نوعين من المطربين، يعني أكو مطرب شو، المطرب الشو يعني الاستعراض، يعني أصبح مطرب استعراض، وأكو مطرب صوت. صراحة عندنا الفنان مصطفى الربيعي من أجمل الأصوات العراقية. نعم. ملحن هو وصاحب لحن سر الحياة. نعم. طبعا فنان جميل جدا، وأعتقد يعني هذا من أجمل الأصوات العراقية، هو والفنان فهد نوري وخالد الحنين طبعا. من جهة البشر أو الفنان اللي يتعب على نفسه، أعتقد سيف نبيل هو أكثر
من الفنانين اللي يواكبوني. نعم هو حريص دائما ودائما يعني يهتم بكل التفاصيل. واعتقد هو حاليا كشهرة عربية اكثر واحد نعم بالفنانين، لكن كصوت لا، مصطفى الربيعي اعتقد، او الفنان علي صابر ايضا نوجه له تحية. نعم ذولا اصوات يجننون، ما اعتقد يعني اكو ناس تعبرهم أكيد طبعا. طيب من بالعراق. الأصوات النسائية خصوصا يعني يعني كثير من الفنانات الشابات في الفترة الأخيرة ظهروا بشكل جدا كبير، منو من الأصوات العراقية اللي تعجبك كنساء؟ والله احنا يعني أصيل هميم، الفنانة أصيل هميم نوجه لها تحية. طبعا هي رفيقة دربي، أيضا كنا بسوريا سوا وباستوديو واحد، استوديو والدها استوديو كريم هميم، كنا نشتغل سوا وكنا ندخل كورال سوا. أكيد هي أجمل صوت عراقي يعني مر علي بحياتي، والدليل نجاحاتها، يعني أي أغنية تغنيها هي تأديها بشكل غريب وبإحساس راقي صحيح جدا وعالي. نعم صحيح. أكيد واختياراتها أيضا الفنان ما شاء الله يعني أصيل. في تفاني في الاختيار، و يعني تعرف وين تختار الكلمة اللي تليق لصوتها واللحن. أصيل والفنانة رحمة، يعني ما ننساهم، رحمة نعم أيضا أصوات فوق الروعة. نعم أكيد. يمكن هذا اللقاء البسيط اللي كان مع الفنان نصرة البدر يعني تشرفنا بصراحة في هذه المداخلة الخاصة فيك، يعني خذينا شوي تفاصيل بسيطة، الأحداث اللي صارت، الخلافات اللي صارت وغيرها. تشرفنا بصراحة بصوتك وبالحديث مع حضرتك. تبي تختم معنا في أغنية، إيش رأيك؟ أحب أقول لكم يعني أشكرك إلك، وأشكر المعيد شكرا لك. والمخرج، وأشكر كادر تلفزيون أي تي في، وإن شاء الله يا ربي من نجاح إلى نجاح. أحب أسمعكم، أجيبهم من القلب، يلا أجيبهم يم القلب، ما أريد منهم غاية، وقلت لهم بهذا الدرب ينصعد بايا بايا، حسبالهم أنا نعبر بعبط لو ويايا، صدقوني فرت الوقت والناس تشهد هاي. وتحياتي لكم وأشكركم على هذا اللقاء. شكرا لك، تحياتنا لك ايضا، وشكرا لتواجدك اليوم معنا مع من خلف سكايبي. نتمنى ان شاء الله يكونون ضيوفنا بالفتره المقبله معنا متواجدين في الاستديو، يمكن ولهنا على تواجد الضيوف عندنا في الاستديو لطبع وطعم اخر. اكيد طبعا ان شاء الله الايام الجايه تحمل لنا تفاؤل وامل جدا كبير. وبكذي وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم، تجي فيكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، تصبحون على خير، مع السلامه.